عودة الجمهور على المكسب، وان الجمهور دايما بقى عايز بطولات ومكسب على طول. الجمهور الاهلي يعني خلاص موضوع التعادل والهزيمه ما بقاش موجود في قاموس الاهلاويه، علشان كده جمهور الاهلي من 2013 بيدور على بطوله افريقيا مرتين، ما عنده معانا مره امام الوداد ومره امام الترجي، يعني ما كانش فيه توفيق وما توجناش بالبطوله. هل كابتن حسام شايف ان عدم تتويج الاهلي بالبطوله في نهائي الوداد ونهائي الترجي هل ليه علاقه بعامل التحكيم شويه، او الاهلي اتظلم في الماتشين وكان يستحق ان هو يفوز، ولا الموضوع كان فني؟ لا مش فني، يعني احنا لو فني احنا مع مستر كارترون كنا عندنا بونت وبقينا اول مجموعه وبعد كده وصلنا للنهائي، فالناس كلها كانت على قلب راجل واحد اللي هي توصل النهائي. حصل يعني سوء توفيق الماتش لا الاول الماتش بتاع الوداد بتاع كابتن حسام البدري، الماتش الاولاني هنا كنا كويسين جدا، والماتش الثاني اللي هناك كنا كويسين جدا، بس ما حصلش نصيب. الحكم يعني ظلمنا بنسبه كبيره جدا، 70-80% الحكم ظلمنا. السنه اللي بعدها مستر كارتيرون طبعا وصلنا، زي ما قلت لك كان عندنا بونت، معلش انا غلط، كان عندنا بونت وبقينا اول المجموعه وبعد كده وصلنا النهائي، وما كانش برده في توفيق. الدنيا هناك ماتش الترجي هناك، ماتش الترجي هناك كسبنا 3-1. الماتش اللي هناك يعني قبل الماتش ما الناس اللي ما تعرفوش او اللي عرفوا شويه منه هناك كان في ارهاب زي ما بيقولوا، الاوتوبيس محمد بالطوب والاوتوبيس عشان لسه لغايه دلوقتي يعني دي عاهه بالنسبه له. طوب ضرب، انت عندك كمان اللعيبه كلها صغيره، مش لعيبه الخبرات مش كتير قوي، اكتريه اللعيبه كان 60-70% اللعيبه كلها صغيره وما تحطوش في مواقف زي دي. بس ان شاء الله احنا بنوعد الجمهور باذن الله. النادي الاهلي زي ما قلت لك النادي الاهلي اتعاقد مع ناس كتير قوي الفتره دي، وان شاء الله بنوعد الناس ان احنا بطوله افريقيا دي تبقى موجوده في النادي الاهلي ان شاء الله. يعني كابتن الجمهور وهو بيتكلم معانا وبعت لنا دايما بيدور على بطولة الدوري وبطولة رقم 13 بالنسبة للكابتن حسام عاشور، وكمان بطولة أفريقيا، يعني عايزين الكابتن حسام عاشور يرفع البطولة الأفريقية علشان خاطر بعد كده يشوفوا الأهلي في كأس عالم أندية. فحضرتك وعدت الجمهور دلوقتي إن أنت إن شاء الله حضرتك واللعيبة هتبذلوا كل المجهود اللي ممكن تعملوه عشان تحققوا بطولتين، وبطولة غايبة عن النادي الأهلي بقى لها نتكلم من 2013، فدي حاجة أكيد طبعًا الجمهور بيتبسط إن هو بيسمع منك يا كابتن. طبعًا إحنا بنتكلم مع اللعيبة كده، ودورنا زي ما قلت لك إحنا بنتكلم مع اللعيبة كلها على اللي أنت يعني إيه تديهم، يعني إيه تروح كأس عالم الأندية، يعني إيه تروح اليابان، حاجة محترمة وحاجة مميزة جدًا، وإن أنت تاخد بطولة أفريقيا وتروح كأس عالم دي حاجة تانية، نقلة تانية طبعًا. كابتن حسام انا عارف ان اسرتك ليها دور كبير جدا مع